رسول الله صلى الله عليه وسلم بسأبدا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيا لأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu yakti akan datang yaumul qiyamah pada hari kiamat syafi'an, menjadi pemberi syafaat, menjadi penolong li ashabi bagi yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashidati nashta wassabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.